واحب من هذا الموقع ومن هذه المنصه العاليه الشامخه اللي احنا نوجه رساله لاخواتنا في فلسطين. اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. واحب اوجه كلمه لسياده رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال امبارح وطلب دعم الشعب المصري، واحنا بنقول لك يا سياده الرئيس من هذه المنصه: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. واعلم من هذا المكان انني على استعداد واننا جميعا على استعداد ان نخلع هذه الاوسمه وهذه البدل الانيقه وان نعود وان نرتدي البدل العسكريه والبيادات العسكريه ونكون تحت قيادتك، بل وتحت قيادة أصغر ضابط في الجيش المصري. فنحن نقول لسيادتك أننا معك مقاتلون ومع الله مقاتلون.